مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه في خبر عاجل رسميا أعلنت وزارة النقل واللوجستيك قبل قليل أنه في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا ستستأنف خدمات نقل الركاب بين مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي موجه للمرتفقين أنه الشركات البحرية ستستأنف تدريجيا خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة بالمغرب وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الثاني عشر أبريل 2022 بالنسبة للمسافرين الراجلين وعلى متن الحافلات ويوم الاثنين الثامن عشر أبريل 2022 بالنسبة للمسافرين على متن السيارات وأشارت إلى أن الخطوط البحرية للرحلات المتوسطة والطويلة التي تؤمن الرحلات بين مينائي طنجة المتوسط والناظور والموانئ الإسبانية والفرنسية والإيطالية استأنفت نشاطها بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الاثنين الحادي عشر أبريل 2022 نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء